السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. 7 صباحا بتوقيت الجزائر، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار. بداية، تلقى أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا الشقيقة فائز السراج، هنأه فيها بعيد الاستقلال والشباب، كما بارك للجزائر قيادة وشعبا استجع رفات أبطال المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم في القرن 19 وإعادة دفنهم في وطنهم إلى جانب رفاقهم الشهداء طيب الله ثراهم. وبمناسبة الذكرى 58 عيدي الاستقلال والشباب، وباسم رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني السيد عبد المجيد التبون، أشرف مساء أمس السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالعاصمة الجزائر، أشرف على حفل نظم على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وكذا عدد من الإطارات السامية في الدولة. الحفل هذا الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية الخالدة، حضره كل من السادة رئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول وأعضاء من الحكومة إلى جانب شخصيات وطنية ومجاهدين. وقد استهل الحفل بمعرض للصور المخلدة لبطولات الثورة المجيدة، كما تم عرض شريطين وثائقيين حول جاهزية الجيش الوطني الشعبي وأهم المحطات التي ميزت الاحتفال باسترجاع رفات شهداء المقاومة الشعبية. هذا واختتم الحفل بعرض مميز للألعاب النارية. البقاء لله. مع فجر أمس الخامس جويليا عيد الاستقلال، غيب الموت عنا قائد الناحية العسكرية الرابعة بورقلة اللواء حسن عليمية إثر مرض عضال بالمستشفى المركزي للجيش محمد صغير النقاش. وبهذا المصاب الجلل يتقدم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني بأصدق التعازي والمواساة لعائلة المرحوم وكل أفراد الجيش الوطني الشعبي، متضرعا إلى المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته. وبدوره يتقدم السيد الفريق سعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي بهذه المناسبة الأليمة بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد وأقاربه وكل من عرف المرحوم، راجيا من الله العلي القدير أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى ومواكبة للتطورات التي تشهدها التكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتصال، وحرصا منها على ضمان إعلام هادف وفعال وآن، تعلم وزارة الدفاع الوطني عن إطلاق النسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني الرسمي ابتداء من تاريخ 5 جويليا، والتي تسمح بالاطلاع على آخر المستجدات والنشاطات العسكرية من خلال بيانات صحفية، إعلانات التجنيد والخدمة الوطنية والمناقصات المنشورات والمنتجات السمعية البصرية وكذا مواعيد ومعلومات أخرى يمكن مشاركتها عبر
مواقع التواصل الاجتماعي باستعمال وسائط مختلفة. تجدر الإشارة إلى أن بوابة هذا الموقع تتضمن أيضا مواقع إلكترونية لأركان الجيش الوطني الشعبي، قيادات القوات والدرك الوطني والحرس الجمهورية، ويمكن الاطلاع عليها عبر الرابط www.mdn.dz. بمناسبة الذكرى 58 لعيدي الاستقلال والشباب، أعلنت وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أمسية عن إطلاق مسابقة فنية لاختيار أفضل تصميم لطابع طابع بريدي يتم إصداره تخليدا لاسترجاع الدولة الجزائرية لرفاة شهداء الثورات والمقاومات الشعبية. مسيرة علم، مبادرة لتسليم راية السيادة الوطنية من المجاهدين إلى الشباب عبر جميع ولايات الوطن، مبادرة توثق الصلة بين الشباب وتاريخه المجيد. المزيد مع رامي عامر. مسيرة العلم بلغت مبتغاها اليوم، انطلقت من كل ولايات الوطن نحو المقام، مقام الشهيد، رفيعة أعلاما حملها المجاهدون وذوي الشهداء أمانة على أكتاف شباب اليوم، ما زالت إلى اليوم تحمل آثار البطولات وصدق الوعد والاستماتة ليحيى الوطن. يعني الحق هو كي مد لي العلم قال لي هذه أمانة ليك، يعني راه أمانة في رقبتك. والحق والله جاتني كلمة ثقيلة ياسر، خاطر مش حاجة سهلة اللي يديرها. جيك شوف هو الجهة تاعو كل يعطيه لك انت، يقول لك واصل، يعني واصل الجهاد، يعني في بناء الدوله، في بناء الاستقرار، في بناء الامان. ان شاء الله ربي يوفقنا للخير ان شاء الله. وهي امانه لكل مواطن جزائري، ويجب على كل مسؤول وعلى كل مواطن جزائري حر ان يكون قد المسؤوليه. نحن الشباب فخر الجزائر في المستقبل، سلمت الرايه الوطنيه، وان شاء الله تمثيل الجزائر في المحافل الدوليه. استلمت الراية الوطنية من طرف المجاهد السيد رضوان تواق محمد الصغير، وأنا رياضي من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدوري أتيت إلى العاصمة هذا اليوم بمقام الشهيد من أجل تخليد الراية الوطنية ومواصلة مسيرة البناء. مسيرة العلم تقترن بمسيرة البناء، هو المغزى من المبادرة. نظمها التلفزيون الجزائري باعتباره مؤسسة مواطنة ومؤسسة إعلامية ذات خدمة عمومية، بالتنسيق مع وزارات المجاهدين والشباب والرياضة والوزارة المنتدبة للصناعة السينماتوغرافية. معركة بناء الجمهورية الجديدة كما حلم بها أسلافنا الميامين، جمهورية ديمقراطية سياسيا، مزدهرة اقتصاديا، وعادلة اجتماعيا، كما نص عليها بيان أول نوفمبر، والتي اقترنت باستعادة رفاة أجدادنا الذين هم أعطوا الطهارة والزكاة لهذه الأرض الطيبة. يا نشؤ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب، خذ للحياة سلاحها وخذ الخطوبة ولا تهن. وأعطر السيد الرئيس في التفاته العلم الوطني لأشبال الأمة. أنتم برمزيتكم كل جاء بالعلم إلى مقام الشهيد كي يقول للشهيد نم بسلام، وسنظل نعيش من أجل هذا الوطن اليوم وغدا وأبدا. نهاية مسيرة العلم اختتمت بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الطاهرة، إذانا بانطلاق مسار تصان فيه الوديعة. تحيا الجزائر، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. في الانشغال الصحي وبالمؤشرات والأرقام، عرض أمس الناطق الرسمي للجنة الرصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا الدكتور جمال فرار استعرض مستجدات الوضع الصحي بالبلاد. تسجيل 441 حالة جديدة، يصبح العدد الإجمالي للحالات منذ بداية الوباء إلى حد اليوم 15941، أي بنسبة 36 حالة لكل 100,000 نسمة، علما أن 12 ولاية لم تسجل أي حالة خلال 24 ساعة الأخيرة، 15 ولاية سجلت ما بين حالة إلى 5 حالات، و21 ولاية سجلت 6 حالات فما فوق. فيما يخص الوفيات، سجلنا 6 وفيات جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة رحمهم الله، وبهذا يصبح العدد الإجمالي للوفيات 952.
علما أن 73% من الوفيات العمر تاعهم 60 سنة فما فوق، وبين 6 حالات وفاة عندنا 4 عندهم مرض مزمن يعني السكري أو لاتونسيون الضغط الدموي. في الحالات التي تماثلت للشفاء حسب المعايير المعتمدة إلى حد اليوم وصل العدد تاعهم 11492 حالة، منهم 311 حالة تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة الأخيرة. فيما يخص الاستشفاء عندنا حاليا 53 مريض في العناية المركزة. وفي السياق دائما وعن موضوع انتشار وباء كورونا عبر العالم، تصاعد مقلق لمنحنى العدوى في المدة الأخيرة، حيث ارتفعت حصيلة الإصابات لأزيد من 11 مليون و300 ألف حالة مؤكدة وتسجيل أكثر من 531 ألف وفاة. هذا فيما تبقى الولايات المتحدة الأمريكية في الصدارة من حيث عدد الوفيات ب 130 ألف هالك، تليها البرازيل ثم بريطانيا وإيطاليا وأخيرا المكسيك. في الشان الفلسطيني، شن ليلة أمس الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت موقعا وأرضا زراعية شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى إلى اشتعال النيران في المنطقة وإحداث حفر عميقة والإلحاق ببعض الأضرار في الممتلكات دون تسجيل إصابات تذكر. في كرواتيا، تصدر حزب الاتحاد الديمقراطي المحافظ الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت أمس، وقد علق زعيم التيار المحافظ رئيس الوزراء الحالي أندريه بيلان كوفيتش أن هذا الفوز حافز للالتزام خلال السنوات الأربعة المقبلة لتجاوز التحديات التي تواجه البلاد. هذا وقد دعي لهذا الاستحقاق العاشر من نوعه منذ استقلال البلاد قرابة 4 ملايين ناخب كرواتي، وهذا بالرغم من الظرف الاستثنائي المرتبط بفيروس كوفيد 19. بهذا نختم هذه النشرة، قدمناها لكم من تلفزيون الجزائر. نشكر لكم طيب المتابعة، أعود وألقاكم عند موجز 9، لكن قبل أن نفترق لكم هذا العرض المميز للألعاب النارية من نادي الجيش ببني مسوس بالعاصمة الجزائر، تخليدا بالذكرى 58 لاسترجاع السيادة الوطنية. إلى اللقاء.